قالت وكالة رويترز إن مجموعة الأمن البحري والصناعة رفعت مستوى المخاطر بالنسبة للسفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية، حيث تواجه المحطة هجمات صاروخية محتملة من جماعة حزب الله اللبناني في البحر الأبيض المتوسط والحوثيين في اليمن في البحر الأحمر. بحسب الوكالة، فقد قالت شركة أمبري إنها قيمت المخاطر التي تتعرض لها السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية بأنها مرتفعة، وأنه من المرجح للغاية أن يؤدي المزيد من الضربات الجوية الإسرائيلية التصعيدية أو التوغل البري الإسرائيلي في لبنان إلى عمليات مباشرة ضد ميناء حيفا. ووفقا لوكالة رويترز، فقد قالت مصادر في مجال الشحن والتأمين أن السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية تواجه تهديدا أوسع يتمثل في استهدافها من قبل الحوثيين في المياه المفتوحة بالبحر الأحمر. فيما قالت أكبر اتحادات صناعة السفن في العالم إن مشغلي السفن الذين اتصلوا أو خططوا للرسو في الموانئ الإسرائيلية يجب أن يحدوا من الوصول إلى المعلومات.